حنك يا خرطوشه ولا حرك. بابا الهرب مني هقتلها. لا يا خرطوشه لا بنتي. ايه يا خرطوشه هتقتل بنتك؟ انا حيالله جوز امها. لا دي بنتنا ما تلبسش نفسك جنافه واللي عندك يا خرطوشه. انا خلاص مفيش حاجه اخاف عليها حضرة الضابط. انا بتعامل زي برميل البنزين اللي هرب مني وسخنه هيفرف وشه ويولع في الكل. قلت لك اقف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الضابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوة هقتله. وتقتله انت ليه؟ مع انك البيعة دي الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشة؟ انا بعترف يا باشا. بتعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. انا عارف. تاجر السلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. بتتاجر فين؟ في السلاح وساعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحارب. انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص. خد الزبون يلا. يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت احسن ابنك ايدك علت يا عم ولا حاجه. كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد. اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتضرب يا شباب. اتفضل يا فندم. المخزن جوه يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن السنديدي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيب كمان داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله اخر رجل يقدم رجله اخر رجل. انا جاله تليفون تليفون واحنا داخلين المأمورية. عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأمورية واديله تليفوني يبقى عيل. يا دي الكسفه. اه بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره وما تردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتاخرش عليا بقى يا حبيبتي. مسافه السكه بس انت بصير العروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام. مع السلامه. شفت يا محروس ازاي بندخل البضاعة؟ اه شفت. ووعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. ازيك يا سي جابر. ازيك يا محروس كيفك؟ الحمد لله. مش معادة يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. تتفرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بلك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل. لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس. وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ديت ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع. ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. امو يا رجاله قوم قوم. ها
انزل الارض. هزعل عليك قوي يا ابو معتصم. ايه لا يا باشا، خد الزبون تعب. يلا 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 تعب. ارمي سلاحك انت اهو، انزل على ركبك. براحتك يا ولد الهلالي، اقبض علي. انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك. ورص حسام. لا يا حسام. حسام معتز. سامحنا معتز، سامحنا صاحبي والله العظيم. ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارة. معتز استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر بنته ومراته. معتز بعد يا حسين حبيبي، اللي حصل لك اللي حصل له يا حسين. الحمد لله. مين اللي عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسين؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل ايه؟ حصل تعامل اثناء المأمورية. ف احرق المأموريات بتاعتك على الشغلانه بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسأل الدكتور، هسأل الدكتور عن الحاله. طب روح اسأل الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. يا بابا بطوش يا عم حمد، يلا افتح الطريق.
يا نهار اسود اعملوا فيك ايه؟ ايه يا عمو؟ هربوا من باب ورا وراهم العنز. ايمان انت في بيتك ومعايا، انا عايزك تطمني يا حبيبتي اطمني. انا ليه بيحصل فيا كده؟ ليه دي بيقتل ابني وليه يقتل معتز؟ انا عملت ايه؟ يقتل معتز يعني ايه؟ هو قال لي ان هو قتل معتز. يعني انا بريء من دم معتز؟ يعني معتز ما ماتش لما وقع من على الجبل، مات في المستشفى. ابن الكلب اللي قتله زي ما قتل ابني. شفت يا ايمان؟ شفت يا ايمان انك ظلماني؟ شفت انك لازم تصدقيني؟ عرفت ان انا على حق؟ زي ما عرفت انك تاجر سلاح. انت غبي، انت مدي نفسك في داهية، واخدنا كلنا معاك. رجعني بيتي. اديني بيتي، اديني بيتي. ارتاحي دلوقتي يا ايمان، لما تصحى بيروح الشام. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.